فالذي أقوله لو أن وزارة التعليم طبقت القانون والمعلمون طبقوا القانون على أنفسهم ما وصلنا إلى هذا الحال. أنا لا أوافق أن أي وزارة من الوزارات وزارة التعليم ولا غيرها تصدر قرار يعني بين عشية وضحاها في ليلة من الليالي يعني الناس يستيقظون ويلقوا 150 ولا 160 ألف من غير عمل مفصول من العمل. هذا لابد إجراء لم تتخذ فيه الإجراءات القانونية الصحيحة. لو اتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة لأن هذا معروف لها خطوات المسائل هذه ما تجد ما تخرج هيك قائمة بهذه الصورة. وفي الوقت نفسه لا أوافق أن تصرف مرتبات لمعلمين ولا لغيرهم من غير عمل، لا أوافق عليه لا في دار الإفتاء ولا في غيرها، لأن العمل والمرتب هذا مقابل أجرة، هو مقابل أجرة، عقد بين الموظف وبين الجهة اللي هو يعمل فيها. تعمل كذا عندك مرتب 1000 دينار على أن تعمل من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، فإذا هو أخل بشرطه وتحايل ولا عمل أي شيء وثبت عليه هذا التحايل هناك إجراءات تتبع، خطوات 1 2 3 4 تؤدي بعد ذلك إلى التخلص منه. وإذا كانوا بأعداد كبيرة لا يمكن هكذا رميهم في الشارع، لابد الحكومة تحمل مسؤوليتها وتدرس الموضوع. وحتى القذافي كان يديلهم في حاجات اسمها إنتاج ما إنتاج ومش عارف إيه عشان يتخلص من الوظائف. فإحنا أعجز من نظام القذافي يبحث يديروا مشروعات وكذا بحيث يشجعوا الناس ويرغبوهم اللي ما عندهمش عمل اللي هي عمالة زايدة اللي هي بطالة مقنعة يعملوا لها حل، ما يمنعها قرار يخرج بوقف مرتبات هكذا فجأة وعليه مؤاخذات كثيرة من الناس القانونيين.